بدأ حجاج بيت الله الحرام مناسكهم بالتوافد على مشعر منى لقضاء يوم التروية استعدادا لتصعيدهم يوم التاسع من ذي الحجة إلى صعيد عرفات اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يأتي ذلك وسط منظومة خدمات وإجراءات متكاملة سخرتها السلطات السعودية على المستويات الأمنية والصحية والخدمية كافة. إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك.